يعود تسميتها إلى الأصل الأمازيغي الأول، والتي تعني اللبؤة. ولما دخلها الإغريق شبهوها بمدينة تيبس الفرعونية لكثرة خيراتها. أما الرومان أطلقوا عليها اسم تيفست لسهولة نطقها، ومع الفتح الإسلامي سميت بتيبسا. الآن نحن نقف بولاية تيبسا التي هي سماها الباحثين تيفست، تيفستيس، تيفست بس الحالية. مع هذا تعدد هذه التسميات تعاقبت معها التعاقب الحضاري من فترة إلى أخرى، كما سماها تيودور سيقلي إيكاتونفيل، مدينة المئة معبد. وأنا كمختص في هذا المجال سميت في بعض الدراسات مدينة التسامح الديانات ومدينة التعايش المجتمعات. هذه المدينة القديمة الذي يحيط بها هذا السور البيزنطي على 320 متر و 280 متر عرض، نجد المعبد الوثني مينيرف الذي حول كمتحف سنة 1920، ثم نجد أمام مباشرة معبد مينيرف نجد الزاوية سيدي بن سعيد، والتي هي كذلك بمحاذاة هذه الزاوية وهذا المقام لهذا الضريح نجد مسجد قديم جدا تقام فيه الصلوات المفروضة الخمس فقط. ثم كذلك نجد المسجد العتيق بوسط المدينة القديمة في الطريق، في الطريق المعروف بالكاردو ماكسيموس، أي الشمالي الجنوبي من المخطط المدينة القديمة في الشوارع الرئيسية. وأنت بين أزقة الحي العتيق يظهر لك الجامع الكبير، هذا الصرح الذي أنار جنبات المدينة لعقود من الزمن ما زال شاهدا على عراقة المكان وطول الزمان. المسجد العتيق الذي شيد في 1842 في نهاية القرن السابع عشر، ما يميز هذا المعلم العمارة الخاصة بالمئذنة، وهي مئذنة قلمية مخروطية تم عليها أحد التعديلات في الفترة ما بعد الاستعمارية أو في أثناء الفترة الاستعمارية أثناء التدخل على إعادة الاعتبار وترميم لهذا المعلم. نجد أنها هذه المئذنة القلمية تم إحاطتها بنمطين، نمط يأخذ من الأعلى هذه المئذنة المخروطية على شكل قلم، ثم نجدها مستطيلة الشكل باستعمال الحجارة النبيلة المنحوتة في أعلى هذه المئذنة المستطيلة. هناك نوافذ على مستوى الجهات الأربعة لهذه المئذنة، ثم نجد الواجهة التي هي واجهة بسيطة من خلال الزخارف التي تم تعديلها. يتميز الجامع العتيق بمئذنته القلمية المستطيلة الشكل، مبنية بالحجر المحلي ترابي اللون. تتوسطها نوافذ من جهتها الأربعة تطل على أنحاء المدينة، وتعلوها شرفة كان يصدح منها المؤذن أن حي على الفلاح.
هذا المعلم يحوي مجموعة من الأقسام منفصلة مثل المطهرة، وكذلك بجانبه كانت قسم لتدريس القرآن الكريم، ثم الجزء العلوي كجزء آخر، بالإضافة إلى مصلى النساء كذلك تم إضافته، وهي الآن تطرأ عليه عدة يعني تغيرات من خلال الطلاء ومن خلال إعادة السقف ومن خلال والإنارة. تم هذه كلها حاليا بطريقة حديثة تجعل من هذا الصرح الثقافي وهذا الصرح الديني نموذجا يحمل التعاقب الحضاري، ويجسد معلما دينيا فريدا من نوعه يحاكي البعد الحضاري لمنطقة تبسة بالعموم. قاعة الصلاة مربعة الشكل، تتخللها أعمدة دائرية تعلوها تيجان هرمية، ما زالت تحافظ على رونقها وشكلها الهندسي العريق. بمرور السنين طرأت عليها بعض التغييرات والترميمات لتبقى محافظة على أصالتها وطابعها العتيق. وهذا المسجد داخل المدينة يسمى مسجد البلدية، لأن الناس اللي يصلون فيه في زمان الشيوخ الكبار لهم أخلاق حسنة وتربية مثمرة. مر عليه شيخ يسمى سليمان طيار، جاء من مدينة ميلا، خريج جامع الزيتونة، وجاء من مدينة ميلا قسنطينة وقت جمعية العلماء، وأما الناس هنا ومكث هنا في المدينة حتى توفي. ومجد العتيق كما ذكر الشيخ السالف كان يؤدي الرسالة المحمدية كما جاءت، لأن مرت عليه علماء ومن بينهم الشيخ سليمان سنة 34، والشيخ سليمان كان من ميلا وزيتوني، وعندما اتصل بالشيخ العربي هنا كان الشيخ العربي يصلي إلا وراء الشيخ سليمان حتى أسس المدرسة. رمضان الكريم بالصلاة والسلام على النبي العظيم، نستقبل رمضان الكريم بأخلاق النبي المصطفى الطاهر الأمين. علماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، بل ورثوا علما ينتفع به. جاء الشيخ الحبيب فارس في سنة 1963، أما الناس هنا هو خريج جامع الزيتونة الشيخ الحبيب فارس، وذو أخلاق حسنة طيبة، كانوا الناس الكل يلتف حول الشيخ الحبيب ويستفتونه ويفتيهم بآدابه وأخلاقه. بعد الشيخ محمد صالح جاء سي عبد الحفيظ بن خنقة سيدي ناجي، كان إمام حتى 59، في 59 راح الشيخ عبد الحفيظ، جاء الشيخ محمد صالح سحيري، محمد سحيري، ومن بعد محمد سحيري جاء الشيخ الحبيب. وكما ذكر الشيخ كانت الدروس وكانت الندوات هنا بإمامة الأمير، كان يجي من بيتنا مفتش جهوي وكان يؤدي الندوات، وكانت دروس فقهية وعقيدة وسيرة، وكانت المناسبات الدينية تحتفل هنا في المسجد. لا
لعب المسجد العتيق دورا كبيرا في المحافظة على تعاليم الدين الإسلامي بين أهالي المنطقة عبر حقبه التاريخية. كان وما زال ينير المنطقة وسكانها بروحانيته وبركاته. الجامع العتيق له ميزته وله دوره بجانبه مدرسة الفتح هنا، الشيخ محمد صالح الجلالي كان يسكن هنا في بجوار مدرسة الفتح، وكان الطلبة يقروا فيه. ومن بعد في الاستقلال وفي 87 و89 كانت المدرسة القرآنية فيها تكوين الأئمة، تكوين الإطارات الدينية. أنا شخصيا كنت نقري مادة التفسير ومادة تفسير الحديث النبوي الشريف، نقري الأئمة هنا في المدرسة الفتح في المسجد العتيق. المدرسة القرآنية كانت سجن، كانت سجن، وشرتها جمعية دينية، ومن بينهم الميضة المخدومة تو كانت صالدو بوكس، والمدرسة القرآنية شرتها جمعية دينية في 45، ورضوها المدرسة القرآنية. أنا ذاك كان المعلم يخدم مجانا، كان يخدم مجانا، وكانوا الحزابة، كانت فرنسا تسميهم الحزابة. عندما سقطت الجزائر جزاهم الله عنا خير من حي ومن ميت رحمة الله عليه، سموه معلم القرآن، وكانوا يعلمون القرآن. وكما ذكر الشيخ كانت الدروس الدينية والعقيدة الإسلامية حتى تحرض الناس على الدين وتبتعد على الاستعمار. وهذا المسجد أدى دور كبير، لأن كانت تجي الطلبة اللي باش يمشوا للزيتونة كانوا يمروا من هنا، وخلوا لهم أمارة قالوا لهم عندما تدخلوا إلى تونس تدخلوا على الرديف وام العرايس. وهذا هنا كانت في تبسة، مولي تبسة عندهم عيب الطالب يأكل البرة ولا كذا، هم اللي يلتزموا به.